محافظين عليها. وتذكرهم في يوم انتصار كرامتهم الوطنية والإنسانية على المحتلين. وتطلق الأمة الفلسطينية زغروتتها المعهودة فرحة بوداع ابنها الشهيد، وربما في استقبال زوجها المحرر من سجون الاحتلال البغيض. في هذه المناسبات ينهض شهداء معركة الكرامة من قبورهم ليلقوا السلام على جماهير شعبهم المتمسكة بالأرض والمنتفضة في وجه الاحتلال. سلام على فلسطين الأرض، ومنها السلام لنسائنا وأمهاتنا وأسيراتنا وأسرانا وشهدائنا وشهاداتنا وشهيداتنا. سلام من آذار الذي وحد الأرض مع الأمة والكرامة. ألف تحية وسلام لكل الأسيرات والأسرى والشهداء وذويهم، وللجرحى الناجف دماؤهم لتروي تراب فلسطين من شمالها إلى جنوبها، من غربها إلى شرقها. سلام إلى المبعدين العائدين حتما مهما طال الغياب والرحيل. يأتي شهر آذار مشبعا بعطر الأرض المكسوة بشجر الزيتون الأخضر والبرتقال والريحان. يأتي آذار المثقل بالهم الفلسطيني حاملا معه الدفء والحنان والمحبة، دفء الأرض وحنان الأم وعشق الكرامة. وفي كل هذه المناسبات الوطنية الراسخة في عقولنا تنبعث الإرادة الوطنية، وينتفض التراب في وجه مغتصبيه ليقاوم الجدار والاستيطان، ولتبقى الأم الفلسطينية التي تلد الرجال الأحرار مثالا لكل أمهات العالم. وفي ذكرى الكرامة ويوم الأرض نجدد العهد والقسم لشهدائنا الأبرار، لأسرانا البواسل، لفلسطين والقدس، بأن نبقى الأوفياء على وصاياهم الحافظين لعهودهم السائرين على دروبهم من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية حرة أبية. عاشت ذكرى معركة الكرامة ويوم الأرض، وإنا عائدون بإذن الله. المجد كل المجد للمرأة العربية الفلسطينية وللأم الفلسطينية وللشهيدة والأسيرة والجريحة الفلسطينية. الخلود لشهدائنا الأبرار، الشفاء لجرحانا البواسل، العودة للمنفيين، الحرية لأسرى الحرية. وكل عام وشعبنا الفلسطيني بألف ألف خير. كانت معكم ابنة الشبيبة الطوابية من مدرسة بنات جيوس الثانوية شهد أمين بإشراف المنسقة سناء عرار ومديرة المدرسة رجاء شناسني.